15 مارس المقبل غادي تعرف هولندا تنظيم الانتخابات البرلمانية اللي كتنظم كل 4 سنوات. واستطاع خيرت فيلدرس رئيس الحزب المتطرف اليميني باش يتصدر الاستطلاعات الرأي الأخيرة باعتبار الأوفر حدا للفوز بأكثر المقاعد في البرلمان الهولندي، الأمر اللي كتعتبره صحيفة إكسبريس بريطانيا ضربة للليبراليين في أوروبا، خاصة بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية وتصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي. المغاربة المقيمين في هولندا هم كذلك معنيين بهذه الانتخابات التشريعية اللي غادي تقام يوم 15 مارس. فما هي الانتظارات ديالهم الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات؟ وشنو هي الأهمية ديال التصويت ديال المغاربة في هذه الانتخابات البرلمانية المقبلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الأول مرحبا بكم الإخوان. إن شاء الله الرحمن الرحيم نهار الأربعاء كاين الانتخابات، المغاربة خصهم ضروري ينتخبوا يا أخي، من الأحسن غينتخبوا كاملين باش غيمشيو يصوتوا، خص كل واحد يختار شي حزب ديالو يكون مزيان اللي عارف اللي غيصلح المغاربة اللي غيصلحنا حنا كاملين غيختاروا. نعم سيدي هو اللي غادي ينتخب عليه، إلا ما انتخبش يعني ديك الورقة هو عارفها خصو يعرف، إلا أوتوماتيش غادي تروح الحزب الاخر، ومن الاحسن خصهم ينتخبوا. نعم سيدي الانسان خصو ضروري ينتخب. الانتخاب علاش؟ حنا رحنا في واحد المجتمع يعني خص تختار الحزب اللي غادي يصلح لك، ضروري خصك تختار الحزب اللي غادي يصلح لك. ونتمنوا الله سبحانه وتعالى يكون شي حزب معتدل باش نكونوا هنا في الراحه. هنا راك عارف دابا هاد السنين الاخرى كاين شويه ديال كلام كثير، الضغط علينا راك عارف دابا احنا الاجانب علينا شويه الضغط، وسيرتو هاد هولندا يعني دابا ولات هنا الضغط كثير يا اخي، ما بقاتش كاين واحد 15 عام قبال ولا كان داك الشيء زوين، ولكن دابا كاين شويه ديال الضغط كثير يا اخي. من الاحسن انا ننصح المغاربه كاملين خصهم يمشيو ينتخبوا، يشوفوا الحزب اللي غادي يكون لصالحنا خصهم ينتخبوا يا اخي. حنا الا ما انتخبناش غادي يديروا اللي بغاو، الى الاجانب سواء مغاربه او تواركه او اي جنسيه وحده اخرى الا ما مشاوش ينتخبوا غادي غير الهولنديين الاصليين اللي غينتخبوا غيشوفوا مصالحهم. خص حتى الاجانب كيشاركوا في كل شيء، من الضروري خصنا ننتخبوا. مرحبا بكم. ان شاء الله باذن الله وقدرته كاينه امنيه باش نصوتوا. الاهميه القصوى ما نكذبش عليك، انا شخصيا كنشوف بان شايف حزب عنده عمل، عنده تعليم، عنده الصحه، قطاع الصحه، ونبغي نصوتوا عليه. هذا الشيء اللي كاين. هما المغاربه عامه كاين هاد الحزازات ديال هذا اليمين المتطرف اللي راه كيجبد وكيجبد الصداع ديال عباد الله، وكتعطات له فرصه قبل باش كان دخل الانتخابات وما قدش، ويعني غير رونها وخرج. وفعل احسن يمشيو يحطوا يشوفوا شي واحد ويشوفوا شي باكيت اللي يعني فيها الحوايج اللي كتقيسهم هما باش يصوتوا. غادي يعني حنا خصنا نساهموا في هذه البلاد هذه، لان الصوت اللي ما عطيناش كيمشي للاخرين. اليمين المتطرف الا جاب غير مليون مثلا في هولندا كيتحسب بلي كيسيل البلاد كامله، هي 15 مليون ما صوتوش ولكن كتمشي له كامله. السلام عليكم. الصراحه انا كنشجع المغاربه كلهم باش يمشيوا يصوتوا نهار الانتخابات، لان الانتخابات بالنسبه لي انا وعلى حسب سميتو ديالي من الاحسن الواحد يمشي يصوت، ويصوت على واحد اللي غادي يدافع عليه على مصلحته، سواء كانت المصلحه ديال الشغل او ديال المشاكل اللي كيعيشها المغربي خاصه في المعيشه ديالو في هولندا، وبالاخص اللي كتعلق بالدين، لان كاين بعض الاحزاب يعني كتهضر في المبادئ ديالها ضد الاسلام. انا باسكو انا كنساند الفي في دي، والتوقعات ديالي سكو الفي في دي يمكن لها تزيد عندها بزاف ديال لي زوبورتونيتي بالنسبه للشباب ديالنا سورتو المغاربه وجميع ديال الجاليه سورتو من ناحيه الشباب اللي كيساكنين في هولندا انترافيغ اترافيغ لي زيتود. انا علاش بالضبط كنفوكس على كنركز على لي زيتود؟ باسكو انا اتيديون كنشوف راسي اوتون كاتيديون في المجتمع الهولندي. طبيعة الحال هذيك النهار راه مهم وواجب بنظري، انا واجب الواحد خصو يقوم بالواجب ديالو.
الصراحه كما كتشوف في اليامات الاخر كاين تطرف ولا كيشد بلاصتو على الواقع. وبالنسبه للجاليه ما بقاش كتاخذ هذا الشيء بالعين الاعتبار، يعني يا مهمشين من هذا الجانب. والصراحه خصنا نتحزموا ليه كاملين، الناس خص مشى تصوت، الا ما مشى تصوت الفائده للغير اللي ماشي المصلحه ديالنا. يعني دابا جا الوقت باش نقولوا بركه. علاش احنا ما تشوفش، احنا كاين الاباء اللي داروا شي حاجه لهذا الوطن وفي الاخر غتقول له يا ما عندك هنا والو تمشي بحالك ولا تمشي معنا في واحد، يعني الحريه للجميع. اسكواسا اثاو مثلا تيوت شماتين. المهم ما حنا انا حنكستام اسكواسا اقار وقتها تقساح بزاف ما يمي تعدان خدين النغ الاسلام. غنغيج هذه 4 سنين ما حندت كام اتي خضام ويغا خومي السيورن 4 سنين ايد يقوان 5 مينوت نروخت نوم ما حندت وشم استام نوم مرا وث جيمبو استاما اقا امشنا وتعاون في فيدي نيغذر ريتو فيلدرز بي في في النيا هي مراوث كذبو ستماس قواسا اتقيم ضعف حسنين عاود اتزاواد عاود اسنتيني نهني ما يمي وقين ثا ما يمي تعدان ما يمي وث كاذا تقد ستاما ذي النها وميراك رحقة تقد ستاما ستاما ان شاء الله. بارك الله فيكم. بالنسبة لي أهمية كبيرة أن جميع المغاربة يمشيوا يصوتوا، لأن هذا في صالحنا وهذا الشيء يعني كيهمنا حنايا بالنسبة كبيرة في هذا الوقت هذا بالنسبة 2017 اللي كنشوفوا واللي كنسمعوا، يعني ضروري الواحد يمشي يصوت. وكنصح جميع المغاربة كيف ما كانوا يحاولوا ديك النهار يمشيوا يصوتوا مهما كان. الصوت ديالي مهم، لأن كل ما زاد الأصوات كل ما كانت نسبة النجاح، وديك النسبة اللي أنا اللي غنختار إن شاء الله كنتمنى هي يتفوق ويكون لصالح المغاربة الجالية المغربية اللي تخدمنا إن شاء الله. لأن هذا الوقت هذا تبدل جميع شو سميتهم الأصوات، يعني لما صوتناش حنايا شكون؟ ضروري صوتنا يكون، خاصة أن دابا الإنسان كل ما حنا زدنا قوينا وحتى حنايا صوتنا وبدينا بالأصوات ديالنا، كل ما غيكون عندنا المطالب اللي كنطالبوا بها غادي تكون إن شاء الله في المستقبل مزيانة. لأن دابا ولادنا كيكبروا ومسائل ديالنا حتى هي حنا كنعيشوا هنايا ضروري نكونوا نوديو بالصوت ديالنا.